بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا بنستكمل سلسلة المحاضرات اللي هي Simply Bot Python، اللي هي الهدف منها شرح الـ Concept of Programming مع تطبيق على لغة البايثون. المحاضرة اللي فاتت قدمنا اللغة وعرفنا مين الـ Developer بتاع اللغة، وعرفنا ان اللغة Open Source، وشفنا الـ IDLE، وشفنا الـ Anaconda. تعالى بقى النهاردة نتكلم ببداية الكود بتاعنا عن البايثون، وهنتكلم على البايثون as a calculator، ثم هنتكلم على الارثماتيك اوبريتور، ثم هنتكلم على الفاريبل والايدنتفاير، ثم هنتكلم على الفاريبل تايبس والاكسبريشن. البايثون as a calculator دي علامة الضرب بتاع البايثون، يعني اقدر اقول له 2، عفوا علامة الاس 2 اس 3، فبقول له 2 اس 3 وانتر. اوكي شفت انتر، هيبدا ينفذ الكود 2 اس 3 ب 8 ويديك النتيجة. طبعا ده ان 1 اوت 1. اوكي لو قلت له علامه الضرب وعلامه الاس، طبعا هنا في اولويه في التنفيذ العمليات الحسابيه، فبينفذ الاس الاول، يعني بيرفع 3 اس 3 الاول ب 27، 27 يضربها في 2 ب 54، مش هينفذ الضرب الاول، هو كده كده بينفذ البروجرامنج فروم ليفت تو رايت، بس علامه الاس لها اولويه اولى، ف 3 اس 3 بتنفذ الاول. لو قلت له شفت انتر، هتلاقي 3 اس 3 ب 27 في 2 ب 54، والناتج بتاعك 54. لو في قسمه وفي ضرب، الاثنين لهم نفس الاولويه، فيبدا ينفذ اللي على الشمال الاول، وبالتالي يقسم 5 على 3 والناتج يضربه في 8، يعني ب 40 على 3، و 40 على 3 برقم قريب من 13 وكسر. تمام يا جماعه؟ طبعا علامه الجمع والطرح والحاجات دي، طبعا تقدر تعمل انسيرت سيل اباف واجي اقول له هنا مثلا 4 زائد 9 اوكي ناقص 5 اوكي، طبعا 3 و9 12 ناقص 5 ب 7. تقدر تشوف العمليات دي كلها، جمع وطرح وضرب وبين وقسم. اوكي يا جماعه؟ بعد كده طبعا كل الكلام ده كونستانت ثوابت. لو حضرتك دلوقتي مثلا حبيت تكتب حاجه برضه اوريها لك، اجي اقول له مثلا كسترينج، يعني اقول له ام بلس مثلا او. اوكي ده سترينج، دي كاركتر. اوكي وده كاركتر، لما يتجمعوا مع بعض، هنا الجمع معناه كونكاتينيت او معناه ميرج، بيضم الاثنين مع بعض. اوكي لو قلت له شفت انتر، هيديك ام او، هيفهم ان ده كاركتر كاركتر، وبيحط الاثنين مع بعض بعمليه الجمع. الفاريبل بتاعتنا الموضوع ببساطه، يعني ايه فاريبل؟ الفاريبل يعني لما اجي اقول لك مثلا اكس بيساوي 10، اكس بيساوي 10 دي معناها بالنسبه لنا اكس بيكمز 8، اكس بيكمز 8. اوكي اكس بيكمز 8 او اساين 8 تو اكس، يبقى كلمة equal sign دي عشان الناس ما تلخبطش، ده مش معناه التساوي، التساوي اللي انت عارفه في الرياضة، لا ده اسمه become، تقدر تقول become او تقدر تقول assign to، يعني come become او assign to. assign to يعني حط لي التمانية، assign to حط لي التمانية داخل x. ده معناه ايه؟ ان لو دي الذاكرة بتاع حضرتك الرام، فلما اقول لك x بيساوي 8 معناه x becomes 8 او assign 8 to x، يعني ده الاكس، ده الليبل، ده العنوان بتاع المخزن في الذاكره اللي هو الفاريبل، حط لي فيه كام؟ حط لي فيه 8. لما تيجي الجمله بعدها مثلا اقول لك اكس بيساوي 10، انت ما عندكش الا مكان واحد اسمه ايه؟ اسمه اكس، فده معناه ان حضرتك هتروح تشطب القيمه دي تمسحها وتبقى اكس بيكمز 10. اوكي لو الجمله بعدها اكس بيساوي 40، يبقى اكس بيكمز 40. لو اكس بيساوي مثلا واي زائد 9، ده معناه يروح يجيب الواي من الميموري، لو في هنا واي اوكي، شوف القيمه بتاعتها كام ويجيبها، يجمعها مع مين يا جماعه؟ مع التسعة، وبعدين يروح يودي الناتج فين؟ في الاكس، فاكس بيكمز واي بلس 9. الاكس ده يا جماعه ده فاريبل، والواي ده عباره عن مين؟ عباره عن فاريبل. يبقى فاريبل يعني متغير، والمتغير ده مكان فين؟ مكان في الذاكره، بيحمل اسم ليبل اللي هو العنوان اللي هو الاكس، وليمين فاليو ليبل والفاليو. طيب لما اجي بقى اقول له الفاريبل دلوقتي، يا ترى اكس بيساوي 10، ده معناه اكس بيكمز 10. لو قلت له نفذ وقلت له اكس بكام، هيرد عليك اكس بكام؟ 10. لو جيت اقول له واي بيساوي اكس في 3، دي معناها واي بيكمز اكس تايمز 3، يبقى هيروح يستدعي قيمة الاكس، فقيمة الاكس بكام يا جماعة؟ بعشرة، ويضربها في 3، تبقى واي بكام؟ واي بيساوي 30. اوكي طيب لو جيت اقول له واي زائد 5 بيساوي 20،
طبعا ده في العمليات الحسابية أو الرياضة مقبول، لكن البايثون وكل لغات البرمجة بتفترض إن اللي على الشمال ده هو variable، الطرف اللي على الليفت ده هو variable أو identifier، واحنا بنسمي الأسماء زي إكس وواي وزد وعلي وحسين والإنكم والريت. ما ينفعش الأسماء يكون فيها علامات مميزة أو علامات خاصة أو special character، ما ينفعش يكون فيها بلس. هو على الدوام متوقع منك إن الطرف اللي على اليمين يا إما يكون variable أو expression. يعني ايه اكسبريشن؟ اكسبريشن ده معناه عمليه حسابيه. يعني مثلا اقول لك 5 في مثلا اكس تربيع ناقص 4 في اكس زائد 7، لو ده كتبت هنا بيساوي واي، فكل ده بيتقال عليه يا جماعه اكسبريشن. يبقى الاكسبريشن ده اي عمليه حسابيه، اي عمليه بتتم وفي الاخر بتقول لفاليو، اروح اعمل لها ايه؟ احطها في الواي. الواي ده النيم بتاع الفاريبل، والنيم ده فيه شروط، ما ينفعش اسمي اي حاجه فاريبل. عشان تسمي فاريبل المفروض ان الفاريبل ده ما يبداش برقم، لكن ممكن يحتوي على رقم، لكن الرقم ما يكونش اول اليمنت فيه. يعني ما ينفعش اسمي واحد واش، لكن ينفع اسمي واي واحد. اوكي، ما ينفعش احط علامه خاصه، ما ينفعش اقول واي واسيب مسافه، دي رمز المسافه 5، ما ينفعش. اوكي، ما ينفعش اقول واي وعلامه استفهام 2، ما ينفعش. لكن ينفع اقول واي واحط اندر سكور 2، لكن واي داش 2 ما تنفعش. اوكي يا جماعه، ده بالنسبه ما ينفعش ان اسمي مخزن باسم من اسماء الكي وورد او الكلمات المحفوظه باللغه. يعني كمان شويه نعرف ان في حاجه في اللغه اسمها اف لها شغل معين او فور، فما ينفعش تروح تقول لي ان فور بيساوي 10 وكأنك تعاملت مع الفور على انها اسم مخزن. لا، ده الفور دي مين؟ كي وورد، كلمة محفوظة، دي اسماء المخازن. خلاصة الكلام، قلنا النيمينج بتاع الفاريبل شكله عامل ازاي، وقلنا كمان ان متوقع منك لغات البرمجة ان اللي يكون موجود على الشمال هو عبارة عن مين؟ عبارة عن فاريبل او ايدنتيفاير، لكن اللي موجود على اليمين يا اما فاريبل او كونستانت او اكسبريشن. ما ينفعش الاكسبريشن يجي على اليسار. مين الاكسبريشن؟ اي عملية حسابية. تمام يا جماعة، فحضرتك الوقت ده اكسبريشن ما ينفعش يجي على اليمين. يبقى انت لما هتكتب ده هيرد عليك يقول لك كانت اساينت اوبريتور، هو شايف ان ده اوبريتور، ما ينفعش ان احط 20 في الاوبريتور ده. اوكي، هنا في الرياضه في حاجه مهمه جدا لما تيجي تقول لي مش عارف ممكن نكبر شويه. لما تيجي تقول لي مثلا اكس بيساوي اكس بلس 4، اكس بيساوي اكس بلس 4 دي مشكله. ليه بقى؟ دي مش معناها عفوا دي مش مشكله، دي في الرياضه معناها يا ترى في فاريبل بيساوي الفاريبل نفسه زائد 4؟ لا، بس الفاريبل هنا او المعادله دي معناها اكس بيكمز. فلما تيجي تقراها بقى بالطريقه اللي قلنا عليها، يا اما اساين اكس بلس 4 تو اكس، او اكس بيكمز الاولد فاليو اوف اكس ادد تو 4. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك كنت من شويه عامل لي الرام كده وبتقول لي ان الاكس بكام؟ الاكس ب 8. فلما اجي اقول ان الاكس بيساوي اكس زائد 3، معناه هيروح يجيب الاكس. اوكي، فالاكس بكام؟ ب 8، يجيبها ويجمع عليها ال 3 تبقى كام؟ 11، ويرجع ياخد ال 11 دي يروح يكتبها فين بقى يا جماعه؟ في نفس المكان ده ويمسح ال 8. فعلامه ايكوال اللي انت بتشوفها دي معناها اكس بيكمز، يبقى اكس بيكمز اولد فاليو اوف اكس بلس 3 او اساين اكس بلس 3 تو the new value of x. اوكي، نرجع لموضوعنا تاني. خلاص، فده مفيش بالنسبه لك مشكله. كان اخر قيمه الاكس كانت بكام يا جماعه؟ اخر قيمه كانت ب 10 تقريبا. لما تقول له اكس بيساوي اكس زائد 4 هتبقى الاكس بكام؟ لو قلت له الاكس بكام هيقول لك الاكس ب 14. شفنا الاوبريتور ده علامه الاس زي ما قلنا، دي علامه القسمه، ودي علامة القسمة، دي علامة الجمع. اوكي، وتقدر تجرب بقى 2 اس 5 يديك 32، بس لاحظ اللي انت كتبته ده ما حطتوش في فاريبل، وكأنه زي الانسر بتاع الكالكوليتور كده. نفس الكلام مع 2، يعني لو انت قلت له هنا بقى زد بيساوي 2 اس 5 هتلاقيه بيدي لك زد، تقدر تقول له زد بكام يا ريس؟ هيرد عليك ان زد بكام؟ ب 32. 2 على 5، طبعا 2 على 5 هيدي لك 0.4، وتقدر تقول له 3 على 4 زائد 5 فيجيب ده ب 75 من 100 زائد الخمسه، لان القسمه لها اولويه في التنفيذ وكمان في الاول. لو قلت له الواي بكام؟
هيقدر يرد عليك بخمسة خمسة وسبعين. تقدر هنا جمع وهنا اسم هينفذ القسمة الأول، تسعة تمنتاشر في النص يبقى ده تلاتة ونص. لو نفذته قلت له واي بكام هيدي لك تلاتة ونص. لو حضرتك حبيت تجبر النظام ان ينفذ الجمع الأول قبل القسمة، أقدر أستخدم الأقواس دي فقط، مش أي أقواس. الأقواس دي اللي هي البرنتسيز، أقدر اسمها كده عشان الناس تبقى عارفة، برنتسيز، والعلامة دي أنا حطيتها لأن ده بيترجم بايثون، فلما تيجي تكتب له برنتسيز هيفهم إن ده كود بايثون، وبالتالي هيقول لك إن أنت عندك خطأ. فعشان أقول للإنتربريتر تجاهل الكلام ده، بحط مين؟ بحط الهاش ساين، بحط الهاش ساين. فأقدر أنفذ الكود ده وأقدر أقول له الواي بكام، يبقى كده خد 3 بتسعة ب 12، 12 على 18 اللي عبارة عن تلتين اللي هي 0.6. تمام؟ العلامة دي عبارة عن integer division. integer division يعني بيقسم وبياخد القيمة اللي خارجة اللي هي minimum value، او minimum value اللي طالع، يعني 12 على 5 المفروض باتنين وكسر. اوكي، 12 على 5 فعل 2 وبقى جزء، هيديك الاتنين. لو قسمت يديك الاتنين. دي integer division. اوكي، باقي اسمة الرقم ده على الرقم ده، وده اسمه الريماندر او الموديولو 12 ريماندر 7. ده باقي اسمة الرقم ده، كان اسمة عدد صحيح وده كان باقي الاسم. ف 12 على 7 يديك باقي الاسم اللي هو 1 وباقي 5 فيديك 5. لو قلت له زد بكام يديني كام؟ يديني 5. اوكي يا جماعة. طيب يا ترى الفاريبل تايبس اللي موجودة ايه؟ يعني يا ترى المخزن اللي موجود في الميموري هيكون بيحتوي على ايه؟ يا ترى بيحتوي على ارقام صحيحة؟ يا ترى بيحتوي على ارقام عشرية؟ يا ترى بيحتوي على سترينج؟ يا ترى بيحتوي على بوليان؟ يا ترى بيحتوي على قيمة واحدة سكيلر ولا اكتر من قيمة؟ حضرتك عشان تحط رسالة بحط الدبل كوتس او سينجل كوت، يعني بقول له اكس مثلا بيساوي سيسكو مثلا، فاقدر اقول له تايب اكس. خد بالك تايب هنا مش فاريبل، تايب هنا بيتقال عليها حاجة جديدة بالنسبة لنا اسمها فانكشن. دالة، الدالة دي عبارة عن reusable code، كود ممكن استخدمه مرة واثنين وثلاثة، بحط له اسمه واستدعيه كل شوية، بس مش انا اللي كاتب الكود ده، مين اللي كاتب الكود؟ البايثون built in. فطيب طيب دي عبارة عن function دالة built in. مين اللي قال ان طيب دي function؟ يبقى البايثون دي عبارة عن function، والfunction زي ما قلنا عبارة عن مين؟ reusable code او piece of reusable code، piece of reusable code. مين اللي قال؟ القوسين دول البرنتسيز، يبقى في نيم في هنا اسم وورا القوسين دول. اوكي، فالتايب دي فانكشن بس مش انا اللي كتبها، اللي كتبها مين؟ اللي كتبها البايثون بروجرامر. والداله دي بترجع لي بالتايب نوع الفاريبل اكس، فاكس ده احنا اتفقنا ان ده عباره عن ايه؟ عباره عن سترينج. فلو قلت له تايب اكس، اوكي، هيرد عليك بمين؟ هيرد عليك بسترينج. طبعا ممكن برضو اكتب ده بدل ده، احط مين كمان؟ احط سينجل كوت، مش دبل كوت ولا حاجة. اوكي، وممكن مثلا اروح اقول له اكس 1 ب 40 مثلا، واروح اقول له طيب اكس 1 هيبقى ايه بقى يا جماعة؟ انتجر. ده انتجر، يعني مثلا انت محتاج مثلا بتعد عدد الطلاب، مش هينفع يبقى كسر، عدد الطلاب 40 50، لكن مش 40 وكسر. اوكي، ممكن اروح اقول له اكس 2 ب 50، 50 مثلا 5، 50 ونص. ولو قلت له طيب اكس 2 بكام يا جماعه؟ هيرد عليا بكام؟ بفلوت، فلوت يعني رقم عشري، ديسيمال. اوكي، ده ديسيمال، وطبعا لو شلت الكسر بس كمان، بس حطيت الدوت، ده معناه برضو ديسيمال، يبقى في فرق بين 50 دوت و50 بس. اوكي، فانت لو نفذت شلت الدوت دي بقى وقلت له نفذ ده، وقلت له نفذ ده، هيرد عليك بانتجر، لكن لما تحط الدوت وتنفذ ده وتنفذ ده يقول لك ان ده ايه؟ ان ده فلوت. في كمان تايبس اسمها بوليان، دي مش موجوده في كل اللغات. بوليان، بوليان تايب يعني لوجيك 1 لوجيك 2، يعني يس اور نو، بلاك اند وايت، بس الترو بتتكتب تي كابيتال. حتى انت ملاحظ ان الاناكوندا عاطلها لون اخضر لانها كي وورد، هو فاهم ترو يعني ايه. فطبعا لو انا كتبت تو تي سمول هيفهم ان ده فاريبل، فاريبل اسمه ترو انت معرفه قبل كده وبتحطه في جي، لكن لما احطه تي بالشكل ده هيفهم ان ده ترو، وترو ده لوجيك 1. يعني لو قلت له جي بتساوي ترو، يعني الشرط اتحقق مثلا، طيب جي، هيرد عليا يقول لي ان ده ايه؟ بوليان. بوليان يعني اللي هو لوجيك 1 او لوجيك 0. في كمان تايب بس مش عنصر واحد، مش سكيلر، مش فاريبل اسمه اكس شايل قيمه، لا ده فاريبل اسمه اكس شايل مجموعه من القيم كلها اسمها اكس، او مثلا اسمها واي،
وبستعمل الأقواس دي اللي هي البراكتس. يعني واي دي عبارة عن مجموعة من القيم، عددهم كام يا جماعة؟ عددهم 4، كلهم اسمهم واي، بس القيمة الأولى اسمها واي اوف 0، واي اوف 1، واي اوف 2، واي اوف 3. ده مبني على حاجة اسمها البيز أو الاندكس، فالاندكس ده صفر أو اللوكيشن صفر، ده لوكيشن 1، ده لوكيشن 2، ده لوكيشن 3، ودي اسمها زيرو بيزد اندكس، يعني اول عنصر مش رقمه 1، رقمه 0. انا بتكلمش هنا على القيمه، القيم 1 و4 و6 و8، لكن ده في اللوكيشن رقم 0، اللوكيشن رقم 1، اللوكيشن رقم 2، اللوكيشن رقم 3. لو قلت له طيب واي، هيرد عليك يقول لك ايه؟ هيقول لك ان ده ليست، هيقول لك ان ده ليست. هنكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونستكمل المحاضرة القادمة إن شاء الله عن طريق إن إحنا how to read from user و how to print to user. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونلتقي في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.